مساء الخير. طقس صيفي معتدل نسبيا عم بيسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حراره ضمن معدلاتها الموسميه وتقلبات محليه بسبب منخفض جوي محدود الفعاليه متمركز فوق البحر الاسود بيستمر تاثيره طيله هيدا الاسبوع. اذا جونا لبكره غائم جزئيا الى غائم، وكيف رح تتسجل درجات الحراره بمختلف المناطق اللبنانيه بنشوف سوا. بنبدا من شمال وعكار عم تسجل 30 درجه، طرابلس ايضا 30، العاصمه بيروت 29 درجه وصور 30 درجه. ننتقل الى بعلبك اللي عم تسجل 29، اللقلوق 19، زحل 28 وجزين 26 درجة. نسبة رطوبة ساحلة بتوصل ل 80%. الرياح السطحية بتتراوح سرعتها بين 10 وال 35 كيلومتر بالساعة، أما حال البحر فمتوسط ارتفاع الموج. إذا كيف يكفي طقسنا للأيام القادمة؟ للأربعاء والخميس جونا غائم جزئياً إلى غائم مع احتمال تساقط أمطار محلية، كما بتنشط الرياح أحياناً بالمناطق الشمالية مع استمرار ظهور الضباب على المرتفعات. أما درجات الحرارة ساحلاً فبتسجل 30 للأربعاء وبترتفع لل 31 لنهار الخميس. للجمعة والسبت جونا غائم جزئياً إلى غائم دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الجبال وارتفاعها على الساحل وبالداخل مع نسبة رطوبة مرتفعة استمرار تكون الضباب الكثيف على المرتفعات. أما درجات الحرارة ساحلا فبتسجل 30 للجمعة و 31 درجة لنهار السبت. وصلنا لختام صفحة الأحوال الجوية لليلة، لقونا كل يوم بذات الوقت لآخر أخبار الطقس بلبنان. تصبحوا على خير.